السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. شباب، اليوم إن شاء الله راح نحكي بالوحدة الأخيرة من مادة العربي التخصص فرع النحو والصرف، اللي هو درس النسب. درس النسب درس خفيف لطيف، الوزارة بتحبه، الأسئلة اللي عليه أيضاً لطيفة وبإمكانك أنت تتعامل معه بكل أريح. كالعادة، قبل ما نبدأ بشرح الدرس والخوض فيه، خلينا لازم نتعرف على صيغ أسئلة الوزارة، كيف بيجيني السؤال وكيف أنا كطالب أعرف كيف أتعامل مع كل سؤال وأعرف كيف أجاوب. سؤال أول، سؤال تقليدي، اللي هو استخرج من النص اسما منسوبا. استخرج من النص اسما منسوبا، هذا السؤال يعني بس أتعرف على القواعد أكثر بعرف كيف أتعامل معه، يعني بنأجله شوي صغير. الصيغة الثانية، اللي هو سؤال أنسب إلى كلمة كذا مع الضبط التام. أنسب إلى كلمة كذا مع الضبط التام، بيجي هو بعطيك كلمة وبحكي لك أنسبها مع الضبط. هذا السؤال أكتب معي الله يرضى عليك، يعني طريقة إجابته أنه لازم نطبق عليه القاعدة، نمسك قاعدة النسب ونطبقها عليه. كمان شوي نتعرف على القواعد أكثر. صيغة أخرى، بيجي بحكي لي ما المنسوب إليه في كلمة كذا، يعني هو بعطيني كلمة جاهزة بالنسبة للنسب وبحكي لك أنا هاي الكلمة لإيش نسبتها. مثل هيك سؤال بدي أعكس له القاعدة، بدي أعكس القاعدة. كمان شوي بدربكم كيف نشتغل عليها. أما السؤال الرابع، هذا السؤال خطير، بيجي بحكي لي علل ننسب إلى كلمة كذا فنقول كذا. مثل هاك سؤال بدنا نذكر القاعدة أو نكتب القاعدة، نكتب له القاعدة، قاعدة النسب نكتبها، نكتبها، نكتب له القاعدة زي ما هي. أما في سؤال صوب الخطأ واختر الإجابة الصحيحة، يعني هاي أيضاً صيغتين بيجوني، يعني إحنا بس نفوت بالدرس أكثر راح تفهم علي أنا شو بحكي أكثر. خلينا الآن نبدأ بالدرس على بركة الله، ونتعرف بداية على تعريف النسب. تعريف النسب، شو هو النسب؟ النسب يا شباب باختصار هو عبارة عن زيادة ياء مشددة في آخر الاسم زائد إنك تكسر ما قبل هذه الياء. إذن النسب باختصار هو زيادة ياء، بنسميها ياء النسب. شرط هاي الياء الأساسي إنها تكون مشددة ونكسر ما قبلها، هيك بتصير النسب. الآن النسب فيه له عناصر، اللي هو بنسميه المنسوب إليه والمنسوب وياء النسب اللي إحنا ضفناه. هلا لو على فرض كانت الكلمة كلمة عرب وأرادت كلمة عرب، كلمة عرب بنسميها المنسوب إليه، لما أحولها للنسب بصير اسمها اسم المنسوب اللي بدها تصير عربي. لاحظ إنه كلمة عرب اللي سويته أنا فيها إنه ضفت لها الياء المشددة وكسرت ما قبل الياء اللي هي حرف الباء عندي هون. ثالث إشي عندي اللي هو ياء النسب اللي هو أنا ضفتها على الاسم. الآن فائدة النسب اللي هو يفيد التخصيص والإيجاز آخر همك. الملاحظات هاي أكتب لي عندها مهمة جدا جدا جدا. أول ملاحظة، يجب وضع شدة على ياء النسب وكسر ما قبلها. إذا ما حطيته، طبعا هذا الدرس يعني أهميته أو دقته بتكون بالحركات، الوزارة بتحاسبني على الحركة وعلى الشدة، دير بالك الله يرضى عليك. إذا أول ملاحظة، يجب وضع شدة على ياء النسب وأكسر ما قبلها. ملاحظة الثانية، بالنسبة للاسم المنسوب، الاسم المنسوب قد يؤنث. احنا حكينا في الاسم المنسوب بالنسبة لكلمة عرب هو عربي مذكر، لكن قد تلحق تاء التأنيث فتصير عربية. أيضا الاسم المنسوب قد يجمع، زي كلمة مسرح تصبح مسرحيون. لاحظ هون أنا زدت الواو والنون علامة الجمع، احذفها ترجع مسرحي عادي جدا. القاعدة الثالثة بدي تفهمها وتحفظها تماما. إيش هي القاعدة؟ بتحكي إنه الياء اللي في آخر الاسم المنسوب إلها شرطين مع بعض. الأول إنها تكون مشددة، يعني يكون عليها شدة. اثنين، تكون زائدة على الكلمة. فرج علي، كلمة زي كلمة حي أو كلمة نبي أو كلمة سجية أو قضية أو هدية، هاي لا تعتبر أسماء منسوبة. ليه؟ لاحظ معاي هون، لأنه أصلاً الياء المشددة ليست زائدة وإنما هي من أصل الكلمة، هي من أصل الكلمة، إذن هذا لا تعتبر أسماء منسوب. أيضاً كلمة قومي قاضي معاني محامي إلى آخره، أيضاً لا تعتبر أسماء منسوبة. ليه؟ لأنه الياء أصلاً ليست مشددة. إحنا حكينا شرط الياء في النسب شرطين مع بعض، الأولى إنها تكون زائدة، الثانية إنها تكون مشددة، والثنتين مع بعض، يعني أنا ما بكتفي بحالة واحدة.
الآن خلينا ننتقل لقواعد النسب والفكرة الأساسية من الدرس. طبعاً يا جماعة الخير، الفكرة الأساسية من الدرس كاملة، طبعاً النسب بخص الأسماء، الفكرة الأساسية من الدرس هو أنه أجيب أنا أي اسم وهذا الاسم أكسر آخره وأضيف له ياء مشددة. أي اسم بضيف لآخره ياء مشددة وبكسر ما قبل الياء بصير اسمه اسم منسوب. فإذا إجا حكالي استخرج من النص اسما منسوبا، بظلني أدور بالنص على اسم آخرته ياء مشددة ومكسور ما قبل. تمام، نيجي الآن لقواعد النسب. القاعدة الأولى يا جماعة، طبعا هذول القواعد شباب بدنا نحفظهم. القاعدة الأولى اللي هي الاسم المختوم بتاء التأنيث، الاسم المختوم بتاء التأنيث، يعني الاسم اللي بنتهي بتاء التأنيث، قاعدته بدك تحفظها، يجب حذف التاء من آخره. الاسم اللي بنتهي بتاء التأنيث لما بدي أنسبه مباشرة بحذف التاء منه. طبعا هاي ثم نضيف ياء النسب المشددة مع كسر ما قبلها، هاي ثابتة ما راح أرجع عيدها لأنه هاي هي الفكرة الأساسية من درس النسب. الآن كلمة مكة، لاحظ إنها اسم بنتهي بتاء، مباشرة شو بعمل؟ باجي بحذف هاي التاء وبطبق قاعدة النسب. إيش هي قاعدة النسب؟ بضيف ياء مشددة وبكسر ما قبلها، فكلمة مكة بتصير مكي. أيضا مثلها كلمة شجرة، شجري، جامعة، جامعي، ثقافة، ثقافي، جامعة حكيناها. كلمة عاطفة بتصير عاطي، بكسر الاسم وبضيف ياء وبحط لها شدة، هيك باخد علامتها. كلمة البصرة بتصير ال، يعني عادي زياداتها ما بتأثر على الموضوع، بتصير البصري، بكسر ما قبل الياء المشددة. صناعة بتصير صناعي، فاطمة، فاطمي. كلمة خرافة بتصير خرافي، وبطبق بنفس الطريقة. سياسة، سياسي، وردة، وردي. هلأ ممكن يجي، يعني خلينا نطبق صيغ الأسئلة على القاعدة الأولى بس عشان تفهم شو اللي بنحكيه. ممكن نعطيك نص ويجي يحكي لك استخرج من النص اسما منسوبا، مباشرة بتضلك تدور على أي اسم آخرته ياء مشددة زائدة وما قبلها مكسور، زي كلمة مكي، شجري، جامعي، ثقافي، عاطفي، بصري، صناعي، وردي إلى آخره. الآن ممكن يجي يحكي لك أنسب إلى كلمة مكة مباشرة. مكة أنت حافظ القاعدة إنه مكة هي عبارة عن اسم مختوم بتاء التأنيث، بحذف له التاء، يعني بطبق القاعدة مباشرة بتصير مكي. الآن ممكن يجي يعطيني السؤال بالعكس، يقول لي ما المنسوب إليه في كلمة مكي؟ أنا شو بحكي له؟ مكة، شجري، شجرة، جامعي، جامعة، وهكذا. الآن السؤال اللي بدي إياك تتنبه له تماماً، ولما يجي يحكي لك علل ننسب إلى كلمة مكة فتصبح أو فنقول مكي، حكيت لك بدي تحفظ لي كيف تجاوب على السؤال. مثل هيك سؤال إيش جوابه؟ بدك تذكر لي أو بدك تكتب لي القاعدة، بدك تحكي لي ننسب إلى مكة فتصبح مكي لأن مكة اسم مختوم بتاء التأنيث، والاسم المختوم بتاء التأنيث تحذف تاء التاء من آخره، ثم نطبق قاعدة النسب اللي هي بنضيف ياء النسب المشددة وبنكسر ما قبل، وهيك بدك تشتغل بتتمة الدرس. هيك احنا خلصنا القاعدة الأولى اللي هي الاسم المختوم بتاء التأنيث. الآن بدنا نيجي لقاعدة جديدة اللي هي قاعدة الاسم الثلاثي مكسور العين. الاسم الثلاثي مكسور العين، هلأ إيش يعني مكسور العين؟ مكسور العين يعني الحرف الثاني منه أصلاً مكسور، لأنه بتعرف الأسماء ثلاثية على وزن فعلة، الحرف الثاني أصلاً اللي هو العين هون، عين الفعل، بدها تكون مكسورة. هاي هي الأسماء اللي إحنا بنحكيها. الآن شو قاعدتها هاي الأسماء الثلاثية مكسورة العين؟ هاي الأسماء الثلاثية مكسورة العين يجب أن نفتح عينها عند النسب، بس اسم الحرف الثاني منه كسرة أنا بفتحه. طبعاً ما تنسى بدك تطبق قاعدة النسب عليه. شو هي قاعدة النسب؟ اللي ببساطة بدي أضيف ياء النسب وأكسر ما قبل. لاحظ معي هون عندي كلمة زي كلمة ملك، كلمة زي كلمة ملك، لاحظ إنها عبارة عن اسم ثلاثي، الحرف الثاني اللي هو عين الكلمة مكسورة. أنا مباشرة شو بساوي؟ باجي بفتحها،
بحط فتحة عليها ملا، بعدين بطبق قاعدة النسب. خلاص قاعدة النسب قاعدة ثابتة لا تتغير، بضيف ياء مشددة وبكسر ما قبلها. أيضا كلمة زي كلمة كتف بتصير كتفي، كلمة لبق بتصير لبقي، كلمة الدؤل بتصير الدؤلي، بفتح ما بفتح اللي هو الحرف الثاني بتصير الدؤلي، بطبق قاعدة النسب. مثلا كلمة زي كلمة فطن مثلا بدها تصير إيش؟ فطني، الحرف الأول الفاء زي ما هو، الثاني كان مكسور في كلمة فطن، أنا شو عملت؟ أنا فتحته بعدين طبقت قاعة النسب، طفت ياء مشددة وكسرت ما قبلها. كلمة أشر بتصير أشري، كلمة قذر قذري، كلمة كبد بتصير كب، أنا بس نوضحها أكثر، كب دي، بكسرها وبضيف الياء المشددة بنفس الطريقة. حذر بتصير حذري، نمر نمري، وبطر بطري. ما ننسى إذا قال لي استخرج بدور على اسم آخرته ياء مشددة زائدة، إذا حكى لي أنسب بطبق القاعدة، إذا حكى لي ما المنسوب إليه بعكس له القاعدة، إذا حكى لي علل ننسب إلى كلمة زي كلمة ملك فتصبح ملكي، بدي أذكر له القاعدة أو أكتب له القاعدة، بحكي له والله لأنه ملك اسم ثلاثي مكسور العين تفتح عينه عند النسب، ثم نطبق قاعدة النسب اللي هي مشددة وكسر ما. طيب نيجي للقاعدة الثالثة. قاعدة الثالثة بدك تطول بالك فيها شوية صغيرة، اللي هي قاعدة الأسماء الممدودة. الأسماء الممدودة شو يعني اسم ممدود؟ الاسم الممدود بداية يعني هو الاسم الذي ينتهي بألف وهمزة. الاسم الممدود هو الاسم الذي ينتهي بألف وهمزة. قاعدة النسب إليه يا جماعة باختصار هو بحسب حال الهمزة، بحسب حال الهمزة. احنا أخذنا بأكثر من درس بالمهارات وحتى بالعربي التخصص إنه الهمزة إلها ثلاث أنواع، خلينا نرجع نشيك عليهم سريعا قبل ما نيجي عليهم. أنواع الهمزة حكينا، الهمزة إما قد تكون أصلية أو قد تكون، الله أكبر والعزة لله، إما قد تكون أصلية أو قد تكون منقلبة وقد تكون زائدة، أصلية ومنقلبة وزائدة. الآن النسب للأسماء الممدودة هاي بحسب حال الهمزة. الآن خلينا واحدة واحدة نميز أنواع الهمزة. متى بتكون الهمزة في الكلمة أصلية؟ أنا كاتب لك إياها ببساطة لمعرفة نوع الهمزة، هل هي زائدة أم أصلية أم منقلبة؟ يجب أن نعيد الكلمة إلى أصلها الثلاثي. إذا بأصلها الثلاثي احتوت على همزة معناته اسم الهمزة أصلية. مثلا زي كلمة إنشاء، لاحظ إنها بتنتهي بألف وهمزة، بدي أعرف شو نوع الهمزة اللي فيها هون، باجي بجيب أصلها، شو أصلها؟ نشأة. لاحظ إنه بالأصل ظهرت عندي الهمزة معناته اسمها همزة أصلية. وزيها كلمة امتلاء أصلها ملأة، باجي بكتبها بكل بساطة جذرها أو أصلها ما لا لاحظ بما إنه بالأصل احتوت على همزة معناته اسم الهمزة أصلية، وزيها كلمة ابتداء وإلى آخر. الآن إذا لاحظ معي، إذا جبت الأصل الثلاثي للكلمة والأصل احتوى على ألف أو واو أو ياء، ولو أنه هي يعني أوكي طبق مع القاعدة وما عليه، إذا جبت الأصل الثلاثي للكلمة طلع عندك ألف أو واو أو ياء، مباشرة اسم الهمزة منقلبة. مثلا عندك كلمة زي كلمة بناء، جيت حكيت لي والله يا أستاذ أصلها بنا، يا عيني عليك، بما إنه ظهر بالأصل ألف معناته اسمها منقلب. كلمة دعاء، أجي طالب حكى لي والله أصلها دعا أو دعوة، ما آخر همي، بس أنا بدي الفكرة المنتج النهائي، إذا احتوت على ألف أو احتوت على واو أو احتوت على ياء معناته اسمها منقلب. الآن إذا جبت الأصل الثلاثي للكلمة وما كان فيها لا همزة ولا ألف ولا واو ولا ياء، مباشرة بكون اسمها همزة زائد، زي كلمة حمراء مثلا أو كلمة صحراء. جيب لي أصل كلمة صحراء، تحكي لي والله صحراء لا فيها همزة ولا فيها ألف ولا واو ولا ياء، معناته هاي همزة اسمها زائد. تمام؟ هسه بدنا نرجع للقاعدة. الاسم الممدود أول شيء قاعدته الأولى، الاسم الممدود إذا كانت همزته أصلية الهمزة تبقى على حالها،
طبق الهمزة على ما هي، يعني بخلي الكلمة زي ما هي والهمزة فيها زي ما هي، بس بطبق قاعدة النسب. زي كلمة إنشاء، زي كلمة إنشاء. الآن أول شيء بسأل حالي شو نوع الهمزة؟ ما بعرف، برجعها لأصلها. إنشاء أصلها نشأ، معناته الهمزة أصلية والقاعدة بتحكي لي إذا الهمزة أصلية ببقيها على حالها. إذن بطبق فقط قاعدة النسب. إيش هي قاعدة النسب؟ بكسر الحرف الأخير للكلمة وبضيف يا النسب المشددة، فبالشاء بتصير إنشائي. طيب كلمة زي كلمة اجتزاء بتصير اجتزائي، والضاء والضائي، إقراء إقرائي، ابتداء بدها تصير ابتداء، وهي الهمزة بكسرها وبضيف الياء المشددة بتصير ابتدائي. إملاء بتصير إملائي. طيب امتلاء بدها تصير امتلائي، امتلاء وهي الهمزة الحرف اللي قبل الأخير بكسره وبضيف الياء المشددة فبتصير امتلاء. إذا مرة ثانية، الهمزة إذا كانت عندي أصلية القاعدة تبعتها أن أبقي الهمزة على حالها وأطبق قاعدة النسب. الآن إذا كانت الهمزة بالكلمة عندي زائدة، إذا الهمزة كانت زائدة مباشرة بقلبها إلى واو. الهمزة إذا كانت زائدة بقلبها لواو. زي كلمة حمراء، جيب لي أصل كلمة حمراء، بتحكي لي والله هي حمراء، معناته لا عندي همزة ولا عندي ألف ولا واو ولا ياء، معناته اسمها زائدة. طيب شو بساوي بهاي الحالة؟ بمسك الهمزة وبقلبها لواو، فكلمة حمراء بتصير حمراوي. الهمزة هون في كلمة حمراء قلبتها إلى واو وطبقت قاعدة النسب. زيها كلمة شقراء بتصير شقراوي، بيضاء بيضاوي، حوراء حوراوي، خنساء بنفس الطريقة خنساوي، صحراء بتصير صحراوي، صحراء نكسر ما قبل الياء بالثواني، صحراء وي بهاي الطريقة، خضراء خضراوي، سوداء سوداوي. حكالي علل، ننسب إلى كلمة خنساء فتصبح أو فنقول خنساوي. أحكي له السبب في ذلك لأنه كلمة خنساء اسم ممدود والهمز فيه زائدة فتقلب واو ونطبق قاعدة النسب بهاي الطريقة وبهذا الشكل بدي أتعامل معها. الآن إذا أعطاني كلمة فيها همزة لكن الهمزة بالنهاية كانت عندي منقلبة قاعدتها، بدي أطبق القاعدة الأولى والثانية مع بعض. يعني الهمزة لما تكون منقلبة يجوز إبقاء الهمزة ويجوز قلبها إلى واو. طب يا أستاذ أنا إيش أعتمد؟ أعتمد واحدة؟ طبعاً لا، أنت كطالب بدك تطبق الثنتين، يعني بدك تكتب لي إياها مرة منسوبة في حال إبقاء الهمزة ومرة منسوبة في حال قلب الواو الهمزة إلى واو. زي مثلاً كلمة بناء، أنسب إلى كلمة بناء تحكي لي والله يا أستاذ بما أن الهمزة منقلبة بدها تصير بنائي، يعني أبقيت الهمزة، وبناوي يعني قلبت الهمزة إلى واو. كلمة عطاء بتصير عطائي وعطاوي. كلمة شقاء بتصير شقائي وشقاوي. طيب كلمة زي كلمة قضاء بنفس الطريقة بدها تصير قضائي، ما تنسى الشدة، أو بدها تصير قضاوي. كلمة كساء بدها تصير كسائي وكساوي. كلمة اعتداء بنفس الطريقة بجيب الـ 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 الأصل منها بما أنه الهمزة منقلبة يعني فيها ألف أو واو أو ياء، معناته بدي أطبق قاعدتها أنه يجوز أني أبقي الهمزة ويجوز أني أقلبها إلى واو، فبتصير إما اعتدائي أو اعتداوي. خلينا نكتبها هاي، اعتداء بدها تصير اعتدائي أو اعتداوي. ما تنسى أنت كطالب بدك تكتب لي الثنتين. هون نطبق الأسئلة عليها، أنسب مباشرة بطبق له القاعدة، ما المنسوب إليه بعكس له القاعدة. إذا حكى لي علل، ودير بالك منه هذا السؤال كثير بتخربطوا فيه، إذا حكى لي علل ننسب إلى كلمة كساء فتصبح كسائي أو كساوي، بتحكي لي لأنه الهمزة فيه منقلبة يجوز إبقاء الهمزة ويجوز قلبها
واو عند أنت. طيب نيجي للقاعدة اللي بعديها، قاعدة الأسماء المقصورة. قاعدة الأسماء المقصورة. الآن شو يعني اسم مقصور؟ بدك تكون حافظ وعارف، وأنت أكيد حافظ وعارف إنه الاسم المقصور. وقفنا. أوكي. هوني. الاسم المقصور هو الاسم الذي ينتهي بالألف. الاسم المقصور هو الاسم الذي ينتهي بالألف بغض النظر ألف ممدودة ولا ألف مقصور. المهم آخرته ألف بنسميه اسم مقصور. الآن قاعدة الاسم المقصور، قاعدة النسب للاسم المقصور بحسب موقع ألفه، بحسب موقع الألف. كيف؟ كالتالي. الآن إذا كانت الألف ثالثة، ترتيب الألف ثالثة، مباشرة تقلب لي هاي الألف إلى واو وبتفتح ما قبل الواو. شوي شوي نعيدها. إذا الألف كانت ثالثة فإنها تقلب، الألف تقلب إلى واو وبنفتح ما قبل الواو. طبعاً أكيد بدي أطبق بعدها قاعدة النسب، يعني بدي أضيف ياء مشددة وأكسر ما قبلها. بس المهم عندي إذا كان الاسم مقصور والألف فيه ثالثة، بدي أقلب الألف لواو وأفتح ما قبل الواو. زي كلمة مثلاً ربا بدها تصير إيش؟ را با وي. طبقت قاعدة النسب، لكن الألف هون في ربا مثلاً قلبتها إلى واو زي ما إحنا شايفين، وفتحت ما قبل هاي الواو. أيضا كلمة عصا بدها تصير عصا. لاحظ أنه أنا فتحت ما قبل الألف اللي قلبتها إلى واو وطبقت قاعدة النسب عادي، أضفت يا النسب وكسرت ما قبلها فأصبحت عصوي. كلمة زي كلمة هدى بدها تصير هدى وي. كلمة زي كلمة فتى بدها تصير فتوي. كلمة زي كلمة رضا مثلاً بدها تصير را ضا. ما ننسى فتح ما قبل الألف اللي قلبت إلى واو، رضا وي. أيضاً مدى بدها تصير مادة وي. كلمة أذى بنفس الطريقة. كلمة زي كلمة جوى بدها تصير جا و وي. خلينا نكتبها، هاي قوية الكلمة، بتصير جا و وي. فاهمين علي شو بحكي؟ الله يعطيك العافية. تمام نكمل. نيجي لقاعدة الاسم المقصور إذا كانت الألف رابعة. إذا كانت الألف رابعة يعني ترتيبها الحرف الرابع بالكلمة، بس بشرط إنه الحرف الثاني من الكلمة يكون ساكن. مهم الموضوع ده تتنبه له. تمام، لأنه في عندي كمان شوي الألف بدها تكون رابعة بس الحرف الثاني متحرك، فبدنا ندير بالنا. إذا مرة ثانية، إذا كانت الألف رابعة يعني ترتيب الألف إجا عندي الحرف الرابع، أما الحرف الثاني من نفس الكلمة عليه سكون، في هيك حالة بزيد واو بعد الألف. يعني فرج على كلمة حيفا، فرج عليها منيح. 1 2 3 4 الألف جاءت رابعة، هيها ترتيبها أربعة، والحرف الثاني إشماله ساكن، والحرف الثاني ساكن. إذن القاعدة تمام، الألف رابعة والحرف الثاني ساكن، شو بساوي؟ مباشرة بزيد واو بعد الألف، بدي أحفظها. فالنسب إلى كلمة حيفا بصير حيفاوي، بصير حيفاوي. كلمة زي كلمة يافا بنفس الطريقة، يافاوي. كلمة زي كلمة حبلى بصير حبلاوي. دنيا دنياوي. أعشى بنفس الطريقة، الألف رابعة والحرف الثاني ساكن، بدها تصير أع شا وي. بدي أزيد واو بعد الألف وبطبق قاعدة النسب، بكسر الواو وبحط ياء مشددة. كلمة سلمى بتصير سلماوي، سلماوي، وبضيف الياء المشددة. رمثة بتصير أيضا رمثاوي، رمثا، بكسرها وضيف الياء المشددة. فكلمة النسب إلى كلمة رمثة بتصير رمثاوي. بنفس الطريقة عكا بتصير أيضا عكا. طيب الآن إذا كانت الألف رابعة بس الحرف الثاني متحرك، سواء فتحة أو ضمة أو كسرة ما بهم، المهم ما يكونش سكون، في هيك حالة يجب حذف الألف. بمثل هيك حالة يجب أني أحذف الأصل الألف من أصلها. زي كلمة كندا بتصير كندي. لاحظ أنه الحرف الثاني مفتوح
الحرف الثاني مفتوح. فبتصير زي كندا كندي، برد بردي، حبك حبكي، بحذف الألف، شطنا شطني. أيضا إذا كانت الألف خامسة وأكثر، يعني إذا كانت الألف خامسة فأكثر، يعني هذول القاعدتين نفس الشيء، إذا كانت الألف رابعة والحرف الثاني متحرك، أو كانت الألف خامسة فأكثر، مباشرة بحذف هاي الألف. زي كلمة فرنسا بتصير فرنسي. شو اللي عملته؟ جيت للألف بآخر الكلمة، بعد الكلمة كم حرف وبشوف موقع الألف. فرنسا والله عبارة عن خمس حروف، والألف جاءت عندي هون خامسة، معناته بحذفها وبطبق النسب. أمريكا أمريكي، مصطفى بتصير مصطفي، منتدى بتصير منتدي، مستشفى مستشفي، هولندا بتصير هولندي، إسبانيا بتصير إسباني. موضوع في غاية البساطة، بس أنت مطالب بحفظ قواعد النسب. نكمل مع بعض. قاعدة النسب للأسماء المنقوصة. قاعدة النسب للأسماء المنقوصة، بداية شو يعني اسم منقوص؟ الاسم المنقوص بدك تكون تعرف أنه هو الاسم الذي ينتهي بياء. الاسم المنقوص هو الاسم الذي ينتهي بياء. طبعا قاعدة النسب للأسماء المنقوصة هي كالتالي: باجي هاي الياء اللي بدها تكون بآخر الاسم بقلبها لواو، بس بفتح ما قبل هذه الواو. إذا الأسماء المنقوصة تقلب ياءها واو ويفتح ما قبلها. إذا شوية تركيز هاي القاعدة. عندي كلمة الماضي، لاحظ إنه كلمة الماضي كلمة بتنتهي بياء، معناته هاي اسمها اسم منقوص. باجي بطبق عليها القاعدة، هاي الياء اللي بين إيدينا، خلينا نعلمها، هاي الياء تمام، مش راضي، هاي الياء اللي في كلمة الماضي تمام، حولتها مباشرة إلى واو وفتحت ما قبلها. فكلمة الماضي بتصير الماضى وي، الماضى وي. كلمة الداعي بنفس الطريقة بتصير الداعوي. في اللي عملناه هون قلبنا الياء إلى واو وفتحنا ما قبلها. أيضا كلمة زي كلمة الرامي تصبح الراموي، الثاني الثانوي. كلمة زي كلمة الوالي مثلا بدها تصير الوالوي، بضيف ياء النسب. الوالي بدها تصير الوالوي. شو اللي عملناه؟ الياء قلبتها إلى واو وفتحت ما قبل هذه الواو. أيضا القاضي بتصير القاضوي، وبنفس الطريقة بكمل بالقاعدة. نيجي للقاعدة قبل الأخيرة إذا ما خانتني الذاكرة، اللي هي الأسماء التي على وزن فعيلة أو على وزن فعيلة. الأسماء اللي على وزن فعيلة أو وزن فعيلة، شو قاعدة النسب إلها؟ الآن بس ركز معي شوية صغيرة. الأسماء إذا كانت على وزن فعيلة أو على وزن فعيلة، مباشرة بحذف تاء التأنيث والياء مع فتح ما قبل الياء المحذوفة. إيش اللي حكينا؟ هلا الكلمات اللي على وزن فعيلة أو فعيلة، نفس القاعدة، فعيلة أو فعيلة، بس خليك معي عشان أفهمك شو اللي بنحكي. أيها كلمة فعيلة وفعيلة، قاعدتها أول شيء باجي بعمله بحذف تاء التأنيث اللي هي الحرف الأخير. احنا حكينا في أول قاعدة، في أول قاعدة الأسماء اللي بتنتهي بتاء بحذفها بنفس الطريقة هون. لكن هون بدنا نضيف كمان شغلة، إنه مش بس بحذف تاء التأنيث وبحذف معاها الياء، هاي الياء اللي هون في فعيلة وزن فعيلة أو فعيلة، بحذف تاء التأنيث وبضيف معاها الياء كحرف محذوف تمام. خلاص حكينا بنحذف تاء التأنيث أو التاء بالإضافة للياء، لكن شو بعمل؟ بفتح ما قبل الياء المحذوف، يعني الحرف الثاني بده يكون عليه فتحة. زي كلمة مدينة مثلا، لاحظ انه هي الياء مدينة وهي التاء، احذف لي التاء من هون، اخططها بالاحمر، واحذف لي الياء من هون وافتح ما قبل الياء الاخيرة، بتصف الكلمة عندك ايش؟ مدني. كلمة قبيلة لاحظ انها بدها تصبح قبلي. طيب
طيب جرب لي كلمة زي كلمة صحيفة، مباشرة بدها تصير صحة في. اللي عملناه هون جينا على الياء الحزين اللي هون حذفناها، خلنا نخططها معلش، هاي الياء حذفناها بالإضافة ل تاء التأنيث أيضا حذفناها، وفتحنا ما قبل الياء المحذوف اللي هو حرف الحاء فأصبحت صحفي. أيضا كلمة ربيعة بتصير ربعي، هاي الكلمات كلها على وزن إيش حكينا؟ على وزن فعيلة. بنفس الطريقة لو كانت على وزن فعيلة زي كلمة مزينة تصبح مزاني، كلمة عبيدة تصبح عبدي، كلمة حذيفة بتصير حذفي. خلنا نكتب لنا واحدة حذيفة بدها تصير حذفي. كلمة قتيبة بدها تصير قتبي. بنفس الطريقة ممكن يجي يحكي لك علل ننسب إلى كلمة مدينة فتصبح مدني، تحكي لي لأنه كلمة مدينة على وزن فعيلة قاعدتها تحدث تاء التأنيث والياء ونفتح ما قبل الياء المحذوفة. هون برضو ركز معي شوي صغيرة بهاي القاعدة. القاعدة بتحكي إذا كانت الكلمات على وزن فعيلة أو على وزن فعيلة، إذا كانت مضاعفة، إذا كانت مضاعفة نحذف تاء التأنيث وحدها فقط، نحذف تاء التأنيث وحدها. إيش يعني مضاعفة؟ مضاعفة يعني الحرف الثاني من الكلمة والحرف الرابع من الكلمة بدهم يكونوا نفس الحرف، يكونوا نفس الحرف. التضعيف لا يعني الشدة لأنه هذا اسم غير ثلاثي. زي كلمة حقيقة، لاحظ الحرف الثاني والحرف الرابع نفس الحرف اللي هو حرف القاف، هذا بنسميها بالأسماء غير الثلاثية مضاعف. فكلمة حقيقة فقط باجي لتاء التأنيث اللي بالآخر وبحذفها، تاء التأنيث اللي بالآخر بحذفها، بطبق قاعدة النصر. فكلمة حقيقة بتصير حقيقي، كلمة عقيقة عقيقي، كلمة عفيفة عفيفي، جليلة جليلي، هريرة بصير هريري. بس هون أنا لازم أحط الكسرة، ما تنسوا أهم شيء بقاعدة النسب كسر ما قبل، يعني إضافة الياء المشددة الزائدة وكسر ما قبلها. وفي عندي كم قاعدة بس بفتح ما قبل يعني الحرف لما يكون مثلا ألف أقلبه لواو، أو يعني لازم أتنبه لها. القاعدة الأخيرة بدرس النسب أو وحدة النسب اللي هو بنسميهم الأسماء الثلاثية محذوفة اللام، أسماء ثلاثية محذوفة اللام. يعني محذوفة اللام يعني بده يكون الاسم عندك ثنائي بتكون من حرفين. طبعا احنا كلنا بنعرف انه الأسماء باللغة العربية او يعني لا يوجد اصلا باللغة العربية كلمة بتكون من حرفين، اقلها بده يكون ثلاث حروف. طيب وين الحرف الثالث؟ الحرف الثالث اصلا محذوف، الحرف الثالث اصلا محذوف. زي كلمة يد، كلمة اخ، كلمة اب، كلمة ام، كلمة سنة ولغة وكرة وشفة. طبعا هنا التاء للتأنيث، مش انها ثلاث حروف، هنا التاء فقط للتأنيث. شو قاعدتها؟ ببساطة نرد الحرف المحذوف واو وبفتح ما قبل هذه الواو. يعني هلا مثلا كلمة يد، هلا كلمة يد هي احنا بنحكيها على انها محذوفة اللام، لكن هي في عندي حرف ثالث اصلا محذوف. بغض النظر هلا المحذوف بده يكون اصله يا واو يا ياء، بغض النظر اصله واو او اصله ياء، الحرف المحذوف اللي هو أصلا مش موجود. باختصار لما تشوف اسم ثلاثي محذوف اللام بتضيف واو ويا النسب. زي كلمة يد بتسوي لي إياها يدوي، يعني بترجع الحرف اللي كان محذوف وبتحوله لواو وبتفتح ما قبل الواو، فيعني هيداني وهيداني، انت ضيف واو اكسرها وضيف بعديها يا النسب. فيد بتصير يدوي، أخ بتصير أخوي، طبعا ما ننسى بدنا نفتح ما قبل الواو. اب بدها تصير ابا وي، ا ب وي. كلمه دم بتصير دموي، كلمه شفا شفا وي، كلمه كره بدها تصير كرا وي. طبعا هون ما تنسى انت كطالب لازم انك تركز منيح على الحركه كرا وي، بفتح ما قبل الواو. لغه بدها تصير لغه وي، سنة بدها تصير سنة. طبعاً هيك شباب احنا بنكون اتمينا درس النسب بقواعده، هي مش كثيرة
هي بسيطة نوعاً ما، أنت إذا فهمت الفكرة الأساسية بتسهل على حالك 60-70% منهم، لكن بصفي عليك بدك تحفظ القواعد الفرعية منها. ليش؟ مضطر لا تحكي لي أو بحكي لي كثير من الطلاب والطالبات إنه والله يا أستاذ أنا لحالها بتطلع معي، برافو عليك يرضى عليك ويعطيك ألف عافية، لكن بدك تتنبه إنه في عندي صيغة سؤال بتيجي تحكي لي علل، ننسب كلمة يد إلى يد فتصبح أو فنقول يدوي، بدك تشرح لي القاعدة، بدك تكتب لي القاعدة اللي هي إيش المقصود بالقاعدة الموجودة عندي، بدك تحكي لي والله هاي اسم ثلاثي محذوف اللام وقاعدته يرد الحرف المحذوف واو ونفتح ما قبل هذه الواو ثم نطبق قاعدة النسب، بدك تحكي لي إياها هيك عشان تأخذ علامة. وهيك إحنا بنكون خلصنا القاعدة، والله يعطيكم ألف 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 عافية. شبابنا يعني بتمنى منك إنك ترجع تراجع الإشي اللي حكيناه وتفوت لي على أسئلة الدرس تحلها، ونضلنا على تواصل على الواتساب أو على التليفون، والله يعطيكم يا ربي ألف عافية.